السلام عليكم، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير وصحه وسلامه. اللهم صل على محمد وعلى محمد الطيبين الطاهرين. اليوم حابين نشتغل هذا الصوص الصغير، هذا الصوص. طبعا انا دائما افتح على التيك توك، فطلبوا من عندي البنات وما عندي فرصه انزله، يعني يراد له تقطيع، اذا انزل اللايف ورشات اللايف يراد لها تقطيع ويراد لها وقت، فحبيت انزله فيديو على اليوتيوب حتى اللي طلبه اقولهم موجود على اليوتيوب تروحون تشاهدونه، فشجعوني انزل على القناة صار لها سنة تقريبا اني تاركتها وما منزلة شي عليها. البارحة اكو فيديو عندي همتين هو صار له سنة، فرجعت نزلته كان مدرج، العفو غير مدرج، اوكي، فنزلت البارحة. ان شاء الله تروحون تشاهدونه، بس هو مو كروشيه ولا مجرومي، عادة تدوير. المهم اليوم راح نسوي، قلت لكم هذا الصوص حسب الحجم التردو انتو تقدرون تسوونه. انا هذا سويت حجم صغير وحجم كبير، وطبعا هو حسب الخيط وحسب السنارة، يعني الكبر يتحكم بالخيط والسنارة وعدد العمل. تمام، هسه احنا ايش راح نحتاج؟ راح نحتاج الالوان المناسبة لكم انتم، اي لون تحتاجوه، بس الافضل يكون اللون الافتح الفاتح يكون لفوق، والغامق يكون تحت حتى تبرز العيون وتبرز الملامح وتبرز هاي الشغلات اللي نحطها. تمام، راح نحتاج اللون الاحمر، لون الاصفر، ولون الابيض راح استخدم اني، واللون كأنه لون النبيتي او لون الزهري الغامق، هذا اللون. نبدأ على بركة الله، بسم الله الرحمن الرحيم. راح اشتغل اني اول مرة بهذا اللون، طبعا راح استخدم سنارة رقم 2.5، ونحتاج المقص، نحتاج عيون، عيون هذه انا استخدمها، او اذا عندكم خرزة او شيء او تردون تحابين تطرزون العين انتم براحتكم، ذول راح نستخدمهم. راح استخدم هذه هماتين بعدين افهمكم عليها، ذول هسه المستخدمات. وراح استخدم الديباج او الفايبر، او اذا عندكم قطن انتم شنو حابين تحشوها تحشوها، هي ما تاخذ حشوة يعني كثيرة، تاخذ حشوة شوية. تمام، يلا نبدي وياكم ان شاء الله. راح ابدي، اذا كان صوص صغير راح ابدي 11 سلسلة، تمام، واذا كان كبير راح ابدي 15 سلسلة. راح ابدي واحد كبير اني، يعني لان هو تصوير واتحكم في المونتاج وفي مو مثل اللايف ياخذ وقت. راح اشتغل 13 سلسلة، تمام، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13، هذه 13 سلسلة. تمام، نترك سلسلة نشتغل بالبعدها حشو، طبعا شغلنا حيكون كله حشو. تمام، نشتغل هذا الدور كله حشو، اوصل لاخر دور وارجع لكم. اشتغلت 12 سلسلة، 12 غرزة العفو، 12 حشو. راح اجي اخذ هذا الخيط وياي حتى نخفي العمل ويكون نظيف، اجي اشتغل وحدة مقابل هذه ونعبر على الجهة الثانية، كل غرزة حشو مقابلها وحدة. تمام، كل وحدة مقابل الثانية نشتغل حشو كأنه نشتغل شنطة صغيرة مثل عمل الشنطة. اشتغل نهاية الدور وارجع لكم. اشتغلنا نهاية الدور، راح اجي اغلق هاي، اتركه اغلق بالبعدها بمنزلقة، بس هذا الدور اغلق بمنزلقة، باقي الادوار راح اشتغل كله حلزون، يعني بهذا الشكل. تمام، ما راح اشتغل يعني ما اغلق ولا ارتفع بغرزة ارتفاع. تمام، اشتغل هذا الدور كله بغرزة الحشو،
أنا طبعاً أول مرة أشرح على هذه القناة، أشرح بصوتي دائماً، كان الفيديو ينزل موسيقى أو صوت العصافير، فحبيت هاي لازم ورشات الكروشيه نشرحها بالصوت، ما يصير مثلاً شرح بس على الشاشة، حتى واحد توصل الفكرة والمعلومة. فوق الغرزة غرزة، أنا ما أريد أطول الفيديو عليكم حتى لا يكون ممل، وحتى أنا هماتين ما يطولوا وياي بالتحميل وبالمونتاج. شوفوا بهذا الشكل يصير عندنا، نشتغل داير مداير بدون سلاسل ارتفاع ولا انغلاق بمنزلقة. اشتغل، راح اشتغل اني تقريبا 8 ادوار وارجع لكم بهذا اللون، 8 ادوار باللون الغامق وارجع لكم ان شاء الله. بعد ما كملت 8 ادوار من هذا اللون، راح هسه اشتغل باللون اللي بعده وهو اللون الابيض. انا حدخل لون ابيض، اذا حابين لون ثاني يكون فاتح وياكم، بس انا راح اشتغل لون ابيض حتى تبرز الملامح وشوفون كيف نشتغلها. راح ادخل اللون، يكون اللون من الوسط، من وسط العمل يدخل. لما نوصل للعمل وسط العمل من دور الثامن ندخل في وسطه، تمام. هذا الشكل أثبت الخيط، وأشتغل الأدوار الباقية باللون الأبيض. العمل كله حيصير عندي 13، عندي 5 اللون الفاتح و8 بس أدوار يكون لون الأبيض. إذا تسوون الصوص الصغير بعد السلسلة تشتغلون 12 غرزة، راح يكون وياكم هماتين 11 دور يكون وياكم حسب السلاسل. إذا تشتغلون 11 سلسلة تشتغلون 11 دور، 13 سلسلة تشتغلوها 13 دور، 15 تشتغلوه 15 دور، اوكي، حتى تكون الشرح واضح لكم. انا راح اشتغل هاي 5 ادوار كلها وارجع لكم حتى نشتغل باقي اجزاء الصوص. بعد ما كملت الادوار 5، عندنا 1 2 3 4 5، نشتغل في وسط العمل، نوصل وسط العمل يلا نفصل الخيط، تمام. شوفوا هنا عندنا البداية، بداية ربط الخيطين عندنا هنا، فنشتغل الجهة الثانية، راح يكون انهاء العمل الجهة الثانية، بداية نهاية. راح نخلي خيط طويل شوية حتى نغلق به العمل ونسحب، راح نحشيها مثل ما قلت لكم السنارة والخيط بدون انتم تتحكمون بها. شوفوا هسه هاي عندي 13 سلسلة نفس الحجم مات هاي، بس شوفوا السنارة اقل حجم طلعت اصغر، وهو نفس الخيط، نفس الخيط بس طلعت اصغر لان السنارة اقل. هاي استخدمت لها تقريبا السنارة رقم 3.5. نحشيها نجيب ابرة حتى نخيط، ويفضل ابره التنظيف، بس انا ابره التنظيف عندي كلهم ضاعوا ما شاء الله، ما ادري وين راحوا واختفوا. شوفوا بنات عندنا هذا العمل هو بهذا الشكل، احنا ايش راح نسوي؟ راح نطويه بهذا الشكل، نسكره بهذا الشكل، تمام. يكون هذا الخط مقابل هذا، هذا الشكل نسكره، نجي نسكر في اللوب الخلفي من الغرز. عندنا اللوب الخلفي من الامام، اللوب الخلفي من الخلف، هذا اللوب الخلفيات، يعني الخلفيات اثنينهم نسكر بيهم.
بهذا الشكل. إذا شفت تفاعل على هذا الفيديو، ورجاء شوية يعني تعليقات، أنا من نزلت اللايف، من فتحت اللايف ردت أشوف التفاعل، يعني مشاهدات موجودة بس مع الأسف تعليقات ما في. فصراحة ما شجعت أفتح اليوم اللايف وحتى أشتغل الكتكوت الكبير أو الدجاجة الكبيرة. راح أدخلها داخل العمل حتى يكون الشغل نظيف ويانا نقص الخيط. تمام، هذا الشكل صارت عندنا، هذا الشكل الدجاجة. اوكي، راح نجيب خيط، اي خيط اي لون عاجبكم انتم تقدرون تستخدموه. راح ادخله من هاي الجهة واشتغل تزيين، يعني تزيين ثبت خيط تثبيت. هسه راح نشتغل اكسات حسب التزيين انتم تردوه، حابين تزينون بشذر، حابين تزينوه بالخيط، حابين تبرزون عليه، براحتكم، هذا الشيء راجع لكم. بس احنا على السهوله نسوي الشغلات السهله لكم. انتهينا من هاي الفقرة، فقرة التزيين. نجي هسه نشتغل العرف مالته والذيل مالته والمنقار. راح نشتغل المنقار العرف العفو، راح نشتغل بأول غرزة هذا المكان. تمام، وحسب طول التردوه، يعني لا تتقيدون بالفيديو، 1 2 3 4 5 حسب الطول. نرجع المكان شوي اللي بعده أو نفس المكان، نغلق ومنزلقة هذا الشكل. تمام، نرتفع 1 2 3 4 5 6 7 نغلق بالمكان اللي بعده، نحاول شوية تكون المسافة قريبة مو بعيدة حتى يكون الشغل حلو ومرتب. 1 2 3 4 5 يعني عندنا البداية 5، 7 سلاسل 5 سلاسل، ونغلق ومنزلقة غرزة تثبيت ونقص الخيط هذا الشكل. شوفوا صار عندنا العرف مالته. هسه راح نشتغل الذيل، الذيل راح اشتغله بنفس اللون الجسم اشتغلناه من تحت. راح نجي ندخل، هذا دخلناه من هنا اشتغلناه بالعلو العرف، هذا نشتغله للخلف. نخلي خيط شوية طويل حتى بعدين نضفه داخل العمل. هذا الشكل نشتغل 1 2 3 4 5 6 7 كافي، يعني هو صغير فكافي عليه 7 سلاسل طوله، هذا الأصغر واحد. بعدين راح أشتغل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وأنتوا طول اللي حابينه، أي طول حابيه. إذا تبون نسوق مستعد السلسلة أنتوا براحتكم. هذا الثاني اشتغلنا، أول شيء اشتغلنا 7، راح أشتغل 7، 1 2 3 4 5 6 7 أرجع أشتغل منزلقة غرزة تثبيت بهذا الشكل. قص خيط شوية طويل حتى للتنظيف يكون شغلنا حتى مرتب ونظيف.
هسه بعدين هاي نخفيها الخيوط. نجي على جهة المنقار، راح اشتغل باللون الاصفر، اذا عندكم لون الاورنج الفاتح تقدرون تشتغلوا. راح اشتغل، شوفوا بنات، اخلي هذا الدور اشتغل في وسط الدورين، هذول الدورين في وسطهم، نحاول يكون شغلنا النظيف يكون امام، وشغل اللي ركبنا الخيطين يعني الدور الثاني العفو اللون الثاني يكون للخلف، حتى يكون الشغل حلو ومرتب، والمسافة الوسط حاولوا تخلوها وسط حتى ما يكون هذا المنقار يصير يعني جهة او صفح. تمام، هسه نشتغل غرزة تثبيت، نثبت الخيط، بعدين يعني راح نرتفع 1 2 3، نجي نغلق بمنزلقة بهذا الشكل غرزة تثبيت، ونقص خيط شوية طويل حتى ننظف العمل. راح ننظف ذني اني حتى يكون شغلي مرتب ونظيف، بعدين نشتغل الرجلين ونركب العيون. واكو شغلة ثانية اسويها وياكم حتى تكون، بس خليها هسه نشتغل الرجلين، الراس والمنقار علي يكونون جهتي. نجي ندخل اول دور بين السلاسل، ندخل على ادخل بهنا، نعبر 1 2، نشتغل بالثالثة او تبدون تشتغلون بالثانية حسب رغبتكم، حسب رغبتكم يعني ماكو مشكلة، تقيدون بعمل. نشتغل، راح اشتغل اني تقريبا 10 سلاسل، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، هذول 10، أنا بذولا مشتغلة أعتقد 7 سلاسل. هذا حبيت أسوي شوي رجلة طويلة، اشتغلت 10 سلاسل، بعدين راح أجي أشتغل 4 1 2 3 4 4 سلسلة، نترك وحدة نشتغل اللي بعدها منزلقة منزلقة. تمام، على بعدها منزلقة، اللي بعدها منزلقة، أنا أريد 3 منزلقات، اشتغلنا 4 سلاسل، تركنا سلسلة اشتغلنا 3 منزلقة. هسه راح اشتغل 1 2 3 4 5، اترك وحدة اشتغل 4 منزلقة. المنزلقة هي بدون لفة خيط ولا هاي منزلق يعني بالخيط، شوفوا بدون ما نلف خيط وبدون ما نسحب خيط ثاني، يعني لا مو حشو، منزلقة. 1 2 3 4، اشتغلنا هنا 4 سلاسل، تركنا وحدة اشتغلنا 3، هنا راح نشتغل الجهة الثانية هماتين 4 سلاسل، نترك وحدة نشتغل اللي بعدها. كملنا، راح اجي اغلق بأول رجل اغلق بمنزلقة حتى ينضمون البعض، هذا الشكل ينضمون الاصابع ببعض. نرجع نشتغل الدور كله منزلقة، السلاسل اللي اشتغلناهم 10 نشتغل منزلقة، حابين سووهن اقصر سووا 8، سووا 7 سلاسل حسب رغبتكم، حابين طولون طولوا ان شاء الله يكون الشرح واضح والفيديو ينفعكم. اتمنى الدعم منكم للقناة حتى ارجع اشجع وارجع انزل بيها اعادة تدوير، ارجع انزل بيها كروشيه. انتو شنو حابين انزل لكم ان شاء الله، نقص شوية خيط طويل حتى بعدين نوفه داخل العمل. شوفوا صارت بهالشكل، نشتغل الرجل الثانية حماتين، نجي على السلاسل الأولى اللي اشتغلناهن ندخل بوسطهم، شوفوا بهذا الشكل، ونشتغل 10 سلسلة، أول شي 10 سلسلة، وبعدين نرتفع مالات الأصابع، 1 هذا غرزة تثبيت العفو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4. نرجع نشتغل 3 منزلقة، 1 2 3، 1 2 3 4 5 سلاسل، نشتغل نترك وحدة نشتغل 4 منزلقة، 1 2 3 4، نرجع نشتغل 4 سلاسل، نترك وحدة نشتغل اللي بعدها، نشتغل
ثلاثة منزلقات، نجي نربط بالأصبع اللي اشتغلناه قبل ونشتغل منزلقة. راح أكمل هذا الدور كله منزلقات وارجع لكم. بعد ما اشتغلت الدور كله منزلقات أجي على أول غرزة قفلت بيها، أغلق بمنزلقة غرزة تثبيت ونقصها طويل حتى للتنظيف. عرفتوا طريقة التنظيف؟ أنا راح أنظفه وأرجع لكم. كملنا رجلين وكملنا المنقار والعرف بالدجاجة وكملنا الديل مالتها والتزيين. هسه عندنا بقت فقرتين، فقرة تركيب العيون العفو وفقرة هاي. شوفوا راح نجي نشتغل بهذا الشكل، بس مو كل خيط يصير. لاحظوا اكو خيط بنسبة نايلون زيادة فيحترق، شلون عبالك واحد يحرق شعر فتصير بريحة هماتين. شوفوا هذا الخيط، هذا الخيط ما بيه نسبة نايلون زيادة. شوفوا هو انا استخدمت الخيوط بواقف خيوط عندي واستخدمت خيوط يعني الاكريليك. شوفوا هذا شوية بنسبة نايلون. شوفوا شلون ترتب العمل. عندنا الرجلين، الرجلين نجي نمسك الدجاجة بهذا الشكل، بس حاولوا لا تسووها كلش يعني قريبة وتحرقوها زايد، لا بهذا الشكل هيجي سريع 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 وتجرون. شوفوا الرجلين شلون صارت. نجي على الأصابع بهذا الشكل وبطبطهم بيدي، بس انتبهوا تكون حارة بهذا الشكل. تمام. نجي على الرجل الثانية همتين، مسكي الدجاجة بالأصابع، تبوا على أصابعكم خاطر تنشون على السريع، بطبطها بيدينا هذا الشكل بقى. شوفوا صارت ويانا رجل حلوة ومرتبة. تمام. هسه عندنا فقرة تركيب العين، راح نستخدم هاي العين عندنا. أنا أشتريها من هنا محل اسمه أكسيون أو أكشن سوبر ماركت، بجهة أشغال اليدوية تبع الأطفال تلقوها. أركب عيون، نشوفوا العيون المناسبة إلها. هذا الحجم أعتقد نفسه. هي بيها من تحت بيها ورقة تشيلوها وتلصقوها، بس أنا أفضل أضيفوا لها لاصق بعد لأن تنشلع، لأن تدرون هو هذا صوف في المادة اللاصقة، هي لاصقة بسيطة فتنشال يعني العين، يعني إذا طفل يلعب بها أو شيء تنشال. وطبعا هي تصير ميدالية إذا تحبون تسووها ميدالية بهذا الشكل. لزقوها واحدة أمام الثانية مقابلها حتى تكون الشغل واضح ومرتب. عندنا فقرة، فقرة المناكير، طبعا كلها تضحك علي لما نشتغلها على اللايف التيك توك. طبعا التيك توك مالتي راح اخليكم الرابط مالته بصندوق الوصف اللي اشتغل فيه الكروشيه. تمام. اسمه هو كروشيه ام زيد باللغة الفرنسية او اللغة الانجليزية اذا تكتبونه يطلع لكم. واليوزر مالته علام، مكتوب علام 79. فقرة المانيكير، شوف الرجل ندلعها لازم الدجاجة. طبعا هاي الوان ماجيك عادية نستخدمها، وشوية المنقار هماتين، وبهذا الشكل صارت دجاجتنا جاهزة. اذا تحبون تضيفوا لها ميداليه، اذا تحبون بالذيل او بالوسط تضيفوا لها ميداليه ضيفوا لها. تمام. هاي دجاجاتنا جاهزات، ان شاء الله تعجبكم هاي الورشه، واتمنى الدعم منكم والتعليقات، يا ريت شويه تعليق للفيديو حتى اشجع ونزلكم ورشات ثانيه. اخليكم في رعايه الله وحفظه، مع الف سلامه.